هذا الحدث راه في حد ذاته هو واحد الإشعاع بين تكون كجماعة يعني تعتبر يعني جماعة قروية ويكون لها هذا الحدث يعني راه في حد ذاته راه واحد القيمة مضافة للجماعة ككل. هذه المبادرة السامية ديال صاحب الجلالة يعني الإلمام ديالو لقطاع الصحة ويعني راه الساكنة يعني واحد البادرة خير للساكنة ككل. جد فرحانة وجد كتزعيم أسيدنا على هذه المبادرة يعني راه إلا جيتو وشتو ذاك المركز راه صراحة يتعتبر مصحة ماشي مركز صحي ماشي غي يعني في مجامعة يتنافس مع المصحات الخاصة اللي في المدن الكبرى ماشي جماعة قروية. أنا يعني في نظري ما بقاش كتعتبر جماعة قروية وجماعة حضرية بهذه المبادرة اللي دارها صاحب الجلالة يعني واحد البادرة يعني غتكون غتعود للساكنة وخصوصا أنه هذه المنطقة لجل الساكنة ديالها كتكون معظمها في الجالية مغربية كتكون بالخارج كنا دائما كنعانيو من كنجيو في موسم الصيف كنعانيو أنه ما كاينش الإمكانيات كان عندنا ذاك المركز الشبه يعني ماجور. دابا الحمد لله الإمكانيات كلها متوفرة داروا ينصال ديال الريكوبيراسيون داروا الاكسجين دايرين سال داكوشمون يعني جابوا ام ميدسان يعني صراحه واحد البادره مزيانه وخصوصا ديك المنطقه فيها 27 الف نسمه يعني راه كنا كنتسناو بحال هاد المبادرات. حتى المجهودات ديال وزير الصحه يعني زعما سهر على هاد المبادره ديال صاحب الجلالة ان تكون الوجود بهذيك الصوره وداك الشكل يعني راه صراحه الساكنه فرحانه جدا بهاد القيمه اللي ضافت للجماعه ككل.